وليد الجري كان أحد جناحي المعارضة والمن يعني الأعلى صوتا، هو وزميله ورفيق دربه رفعا السقف عاليا وأبهرا الناس، أدهشا الناس. وليد الجري تعرفت أكيد التأكيد الاسم الثاني وليد الجري، هو مسلم البراك. مسلم البراك مشاهدينا الكرام معنا على اتصال هاتفي. حياك الله يا أبو حمود. حياك الله يا ابو سلمان. يا مرحبا يا ابو حمود، احنا مجهزين المفاجاه هذه لوليد الجري. والان ابو حمود، يعني ماذا تقول لرفيق دربك وانت تشاهده في اول ظهور اعلامي بعد انقطاعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا ابو سلمان اشكرك الحقيقه، وانا اعتقد انك اسعدت كل ابناء الشعب الكويتي بهذه المقابله الرائعه اللي كان ضيفك فيها الاخ العزيز وليد الجري. وانا يعني ما ودي اتكلم الان عن مواقف سياسيه في ظل هذا الوضع، بقدر ما ودي اتكلم ايضا عن جوانب انسانيه بالدرجه الاولى في هذه العلاقه اللي ربطتني مع الاخ الفاضل العزيز وليد الجري. انا كل ما اشوف وليد او اسمع صوته اتذكر الموقف وصلابته، واتذكر المبدا والايمان به، وأتذكر كذلك الثمن الذي يدفعه الرجال للموقف والمبدأ. أنا أبو سلمان يعني تشرفت بأني زاملت الأخ وليد الجري في مجلس 96. نعم. علما، ويمكن هذه معلومة يعني الكثير ما يعلم عنها، أني لم أرتبط إطلاقا بعلاقة شخصية ومباشرة مع الأخ وليد الجري قبل أن أتزامل معه في مجلس 96. ما كنتوا تعرفون بعض؟ ما كان في صداقه بينكم؟ نعرف بعض يعني بالاسم، لكن لم اطلاقا. يعني كثير من الناس يستغربون هل فعلا ان هذه العلاقه او الثنائي عندما كونوا هذا الموقف لم تكن تربطهم علاقه قبل ان يتواجدوا في مجلس الامه؟ هذا هو فعلا. يعني جمعنا بفضل من الله سبحانه وتعالى الموقف وحب الوطن والإيمان بالعدالة الاجتماعية، وما كنا نقوله بفضل من الله سبحانه وتعالى في القرف المغلقة هو ما كنا نقوله بالعلن، والعكس صحيح. وليد الجري، أنا يعني بقول لك معلومة، إنه كان يقير في كتلة العمل الشعبي بيان، كنا يعني نضع البيان وبالتالي نحاول أن نضيف بعض العبارات. تصور كنا نحاتي مجيء وليد، لأن وليد كان يحرص على أن يقير كلمة أو جملة لا تتطابق تطابق فعلي مع الدستور. يعني فعلا هذه هي الحقيقة. وليد الجري، ما أنا مو جاي أعرف الناس فيه، وليد عرف بمواقفه، وليد رجل دستوري وقانوني ونقي وإنساني. وليد الجري متواصل معنا في الكتلة طوال هذه الفترة السابقة بعد تركه البرلمان، فهو الذي ترك البرلمان ولم يتركه البرلمان، وظل طوال السنوات السابقة وهو مشتاق لوليد الجري، خصوصا بعد أن لوثت هذه المؤسسة بالقبيضة، لأن وليد الجري قام وطنية. أنا خلني أخ محمد أقول لك أيضا موقف، والله كم أكبرت هذا الرجل، وأنا أيضا جزء يعني من 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 هذا الأمر. كل موقف يقف وليد أنا أشعر بالاعتزاز، لأني زاملت هذا الرجل وأعرف نقاوته وأعرف إنسانيته وأعرف طهارته. أنا اسمح لي أني أقول هذا الكلام، لكن يعني أنا في يوم من الأيام أحد المسؤولين الحكوميين في مجلس الأمة نتيجة لموقف حصل في الجلسة، بعد ذلك وجه كلامه لوليد الجري، يقول حق وليد الجري أنا راح أداويك. قسما بالله كم اكبرت وليد، وكم شعرت ان الناس لما الان لما اقول الناس تتحسر وتتحسف على وليد الجري، مع احترامي وتقديري للجميع، الا ان اقول بالفعل الناس يعني ما تلام. الناس تميز، الناس تميز. بالفعل الناس تميز. شنو ردت فعل وليد الجري؟ انا بس انا بقول لك شنو قال. اي لما قال له هذا المسؤول كبير، يقول له راح اداويك، قال له انت داويني انا، اذا بغيت تداوي داوي مرضاك.
وأشر على مجموعة من النواب الموجودين. تدري يا أخ محمد يا أبو سلمان 70% من الموجودين بعد ذلك اكتشفنا أنهم قبيضة، وبالتالي من اكتشف هذا الموقف، من اكتشف المرضى السياسيين هو الأخ وليد الجري. ألف شكر. لذلك أنا أتشرف أني تكون لي مداخلة، وأحيي أخوي العزيز الفاضل وليد الجري أبو خالد، أتمنى له التوفيق، أتمنى بالفعل أن نراه دائما بصحة وعافية، وهو دائما ما يبخل علينا بالأمانة. والله ما في موقف حصل في مجلس الأمة أو استجواب أو موقف وطني إلا لقينا وليد الجري يتصل حتى هو خارج الكويت، ونظل مرات مكالمة لمدة نص ساعة ساعة عشان أيضا يوضح لنا رأيه اللي نعتز فيه. أشكرك أبو سلمان الحقيقة على المفاجأة اللي فاجأت الناس وأسعدت الناس، أسعدت الجميع بهذه المقابلة لسنوات طويلة قاب عن الإعلام الأخ هذه إحدى المقابلات أبو حمود التي يعني سيحفظها الناس، سيؤرشفها التاريخ، لأن وليد الجري انقطع فترة طويلة. ألف شكر لك أبو حمود على مداخلتك. حياك الله يا أبو خالد، ويعطيك العافية. خليني أسلم عليك.